تنظيم هذا الملتقى اليوم يأتي في سياق تاريخي هام. أولاً العلاقات الإسبانية المغربية عرفت يعني دفعة جديدة من خلال اللقاءات الأخيرة ومن خلال اعتراف رئيس الحكومة والحكومة الإسبانية بالسيادة المغربية على الصحراء المغربية. وكذلك أهمية هذا اللقاء هو أنه يفتح أبواب الاستثمار للمستثمرين الإسبان اللي اليوم تحضر معنا منهم أكثر من 200 مستثمر إسباني جايين من مختلف مناطق إسبانيا. الهدف عندهم هو استكشاف فرص الاستثمار، وبالتالي العروض التي سيتم عرضها اليوم هي عروض هامة جدا، واللي تعطيهم فكرة عن مقدرات هذه الجهة عن فرص الاستثمار في مختلف المجالات. محمد الزبدي رئيس جام الداخلة. حقيقة هذا الاعتراف اللي ديال الحكومة الإسبانية بالموقف المغرب مناطق جنوبية عطى واحد القفزة متميزة للعلاقات الإسبانية المغربية. هذه القفزة هذه حكيمة بحيث العلاقات دائما كانوا مرتبطين، الرابطة ديالها هي الجغرافية والتاريخ، بحيث كنعرفوا أن الجغرافية دائما كتفرض التاريخ، فلهذا بحيث ما يمكنش نغيروا هذه الجغرافية فالبلدين والحكومات والرؤية النينة والبعيدة ديال جلالة الملك نصر الله قرروا باش يصنعوا واحد التاريخ متميز ومزدهر بالنسبة للشعبين.